وللحديث بشكل أدق عن الغوطة الشرقية وتطورات الأزمة فيها ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل العسكري السوري اللواء محمود علي. سيادة اللواء مرحبا بكم. يعني يدخل قصف النظام الروسي وأيضا النظام الأسدي على الغوطة الشرقية أسبوعه الرابع، لو تطلعنا سيادة اللواء على آخر التطورات الميدانية في الغوطة الشرقية تفضل. أهلا مرحبا بك، تحياتي لك ولمشاهدي القناة. أولا بداية الأسبوع الرابع الذي يمر على الغوطة التي تعتبر عبارة عن أرض محروقة، قام النظام الروسي ونظام بشار الأسد والإيرانية وحلفائهم بصب جام غضبهم والحمم من كل أنواع الذخيرة والأسلحة على هذه البقعة البسيطة، وإن عدد الصواريخ بمختلف أنواعها إن كانت صواريخ من الطيران أو من الرارجمات أو القذائف العادية أو القذائف الصاروخية أو قذائف الهاون والبراميل المتفجرة، إنما نزل على الغوطة خلال تلك الفترة البسيطة يعادل ما نزل على ألمانيا حسب مساحتها الجغرافية في الحرب العالمية الثانية. هذا من جانب. الجانب الآخر، إذا استعرضنا أرقام بسيطة بوجه نظر الحسابات، فتصور أنه خلال هذا الأسبوع الرابع بلغ عدد الشهداء في الغوطة حوالي 1100 شهيد، بلغ عدد الجرحى قرب من 5000، وهنالك العشرات من المفقودين ما يزالوا تحت الأنقاض، لأن هنالك الأبنية سقطت الطوابق فوق بعضها البعض، وإن وسائل الدفاع المدني نتيجة قصفها أيضا من قبل الطيران الروسي وطيران النظام لم يتمكنوا من انتشال ما يوجد من أشخاص تحت الأنقاض إن كانوا أحياء أو كانوا شهداء. طيب سيادة اللواء، سيادة اللواء، أريد أن أستثمر وجودكم معنا، أحدثكم بالشؤون العسكرية أكثر دقة. سيادة اللواء، النظام يتحدث عن اختراقه للغوطة وشطرها نصفين، في الفقه العسكري ما تداعيات هذا التغيير في المواقع؟ أخي الكريم، أولا أنا أوضح بداية نقطة هامة جدا يغفلها الإعلام ويغفلوها كل الأشخاص الذين يظهرون على شاشة التلفزي والإعلام. أولا، النظام موجود في الغوطة ببعض مواقع موجود فيها. النظام كان موجود في حوش الظواهرة ومسيطر على نصفها، أي هو على تماس مع جبهات المقاتلين والسوار في الغوطة. اثنين، موجود في القرب من مسرابة، موجود خلف خطوط إدارة المركبات في حرستا وفي مواقع أخرى. النظام ليس خارج الغوطة. عندما بدأ الهجوم على الغوطة جوا من قبل طائرات الروس وطائرات النظام، أقواته موجودة هناك، وصاب كتلة نارية مخيفة. يعني الغوطة تعتبر حاليا خلال 4 أسابيع هي عبارة عن جهنم بمعنى الكلمة، هي محرقة اتبع سياسة الأرض المحروقة. هذا من جانب. الجانب الآخر الذي تتفضل عنه أنت والأخوة الإعلاميين، أن الغوطة قسمها النظام إلى قسمي أو 3 أقسام، هذا الكلام عاري عن الصحة حقيقة، لأن النظام موجود فيها. ولكن تقدم النظام في بعض المواقع في الجنوب بالمنطقة المحاذية بين حرستا ودوما، ما يسمى منطقة المشافي أو منطقة إدارة المركبات، هو تقدم على بعض النقاط والمعارك على أشدها، وتقدمه ليس بسبب القتال البري بل بكثافة الحمم التي يرميها الطيران الروسي وطيران النظام. لا يستطيع المقاتلون البقاء في أماكنهم، فيحاولوا الاختفاء في مواقع معينة. لكن أنا أقول وأبشركم أنت والإخوة المستمعين، النظام عندما يبدأ حقيقة في الهجوم البري ويكون هنالك تلاحم بين قوات الفصائل الثورية والمجاهدين من طرف وقوات النظام والميليشيات المتعاونة معه،
هؤلاء الغزاة سيدحرون وستنتصر الثورة في الغوطة. نعم سيادة اللواء. نعم، من اسطنبول المحلل العسكري السوري اللواء محمود علي، شكرا جزيلا لكم.